العقيدة وأثرها في الأمة الإسلامية، فأقول لا بد أولا أن نعرف ما هي العقيدة. العقيدة هي ما عقده القلب من الإيمان واليقين بما يجب اعتقاده، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هي العقيدة التي سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وقد بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأنه الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، المدبر لجميع الأمور، الذي بيده ملكوت كل شيء.